لقد أمر الإسلام الحنيف بغض البصر، وهذا الأمر يشمل الرجال والنساء سواء. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قناة اعرف دينك. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم زنا العينين وهو النظر، بمعنى أنه ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه فيمتع طرفه ويلتذ بالنظر الحرام، فهذا زنا العينين. وعليك ألا يضحك عليك الشيطان ويصرفك عما تقوم به من طاعات بحجة أنك عاص، أفلم تستحي أن تعصي الله عز وجل بما وهبك ومن عليك وأعطاك وتخالفه بما أمرك؟ الله عز وجل يراك وهو ناظر إليك، فاستحي واخجل من نفسك، ألا تعلم أنه يعلم كل شيء؟ إن الله عز وجل يطلع عليك في سرك وعلنك، في ليلك وفي نهارك، أما تستحي من نظر الله عز وجل إليك وأنت تشاهد هذه الأفلام وقد سترك وتفضل عليك ولم يفضحك؟ ألا تستحي من الله عز وجل ونحن في شهر العبادة والمغفرة والرحمة؟ فكيف لك أن تشاهد في ليل وتصوم في نهار؟ ألا تستحي أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى في صلاتك وأنت تشاهد الأفلام المحرمة؟ ألا تستحي من الله عز وجل حين تعصيه؟ أين الحياء من الله تبارك وتعالى يا هذا؟ ألست تستحي من أن ترى هذه المشاهد أمام الناس أو على أقل تقدير عند أمك أو أبيك أو بعض أهلك؟ فمن أحق بهذا الحياء بالله عليك؟ فمن ترك شيئا لله عز وجل في الحرام عوضه الله عز وجل خيرا منه في الحلال. ألا يكفيك التفريط طوال العام؟ ألا يكفيك التساهل؟ ويأتي رمضان أيضا فتضيعه. رمضان يمثل للمسلم رأس مال، فهو شهر تتضاعف فيه أجور العبادات وليس شهر صوم فقط. وجعل الله عز وجل شهر رمضان المبارك مضمارا للتسابق بين خلقه، يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته ورحماته وبركاته ومغفرته وعفوه، طلبا لجناته وهروبا من ناره سبحانه وتعالى. فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين، ونعوذ به سبحانه أن نكون من الخاسرين الخائبين. فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. فلا يليق بمن امتنع عن الطعام والشراب نهارا كاملا في شدة الحر إيمانا واحتسابا أن يفطر على ما حرم الله عز وجل من المحرمات، ولا يحل له بعد الإمساك عن الطيبات طاعة لله تبارك وتعالى أن يشاهد في الليل من الأفلام الإباحية المحرمة معصية لله عز وجل. فليس المقصود من الصيام في النهار الجوع والعطش فقط، ثم يأتي الليل فيسرح ويمرح الصائم كيفما شاء دون رقيب ولا حسيب. وقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. مشاهدة الأفلام الإباحية في ليل رمضان وفي غير ذلك يتنافى مع مراد الله جل وعلا من الصيام وهو التقوى. وإن كانت مشاهدة هذه الأفلام محرمة في غير رمضان، فإنها في شهر رمضان المبارك تكون أشد حرمة وأعظم ذنبا وإثما، لأن صاحبها ينتهك حرمة الشهر المبارك. فالأزمان المباركة المفضلة كما أن أجور الأعمال فيها مضاعفة،
فإن أوزار الآثام والمعاصي فيها مضاعفة. فقد شرع الله عز وجل صيام رمضان لتتهذب النفوس وتتقي الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن من يشاهد هذه الأفلام المحرمة لا شك يتأثر صومه وإن كان يشاهدها ليلا. يقول العلماء: لا يبطل صوم الصائم بمشاهدة الأفلام المحرمة، وهذه الأفلام الإباحية حتى وإن لم تؤثر تأثيرا مباشرا في الصوم فإن فيها من الذنوب الكبيرة ما سيأتي في ميزان العبد فيحبط في مقابلها الكثير من الحسنات. إذا أدت مشاهدة الأفلام الإباحية لإنزال المني أثناء الصيام فإن صيامه يعد باطلا عند أهل العلم الشرعي، ويلزمه قضاء هذا اليوم الذي فاته، إذ خروج المني عمدا مبطل للصيام. إذا شاهد الإنسان الأفلام الإباحية في نهار رمضان ولم ينزل منه المذي أو المني فإن صيامه صحيح وليس باطلا، إلا أنه قد ارتكب إثما عظيما من الآثام التي يحذر من ارتكابها الشرع الإسلامي الحنيف. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.